ضيفنا لليوم هو كاتب وسينرست، سهرنا معاه في سهر الليالي وعلقنا بقصة تيمور وشفيقة. أعماله دائما تلامس قلب جمهوره، وقيل عنه أنه صاحب التغيير في معايير الدراما وأفضل شخص عبر عن النفس البشرية بثلاث دقات. ضيفنا لليوم ابن النيل تامر حبيب. اهلا وسهلا بيك في طبقات. اهلا اهلا، شرفتنا وانستنا. والله انا اللي متشرف جدا كمان. مين تامر خلف الورقه والقلم؟ طيب مين تامر؟ تامر يعني اللي انا قادر افهمه عني، يعني انا شخص محب الحياه جدا، يعني اكسجيني كده للبشر اللي حواليا، يعني 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 محظوظ ان انا عندي دايره ناس بتحبني بجد حواليا وانا بحبهم جدا، يعني عندي كومفورت زون كبيره من صحاب حقيقيين. ربنا انعم عليا بموهبه يعني ما كنتش احلم ان انا اوصل اللي وصلت له ده. يعني انا دايما بقول للناس انا ربنا مستخدم معايا اسم الكريم مش العدل، يعني انه ادعي ان انا مش مجتهد قوي في شغلي، او ما بشتغلش بالدرجه اللي وصلتني الحمد لله للحته اللي انا فيها على المستوى المهني. تواضع برضو؟ والله ما تواضع، لا ده بجد. يعني انا لان انا بلوم نفسي كتير قوي ان انا تخيل انت ده حاصل معاك وانت بتشتغل الحبه دول، ما لو اشتغلت بجد كما ينبغي انك تشتغل هتروح فين؟ بالذات ان انا اكتشفت ان مهنتك هي اكتر حاجه في الدنيا ممكن تديك اكتر ما بتديها، ومخلصه وعمرها ما تخونك وعمرها ما يعني يعني هي سند حقيقي كده في حياتك. فلا مش تواضع والله ده بجد. طيب قلت ابتسامه، دائما مبتسم. هل الابتسامه دي حاجه انت تحطها عشان تحس بشعور جميل داخليا، ولا انت مبسوط من جوه وهذا الشيء بيبان بابتسامه؟ بص هو انا متعود عليها من وانا صغير، يعني انا دايما كان يتقال لي انا بحبك عشان وشك بشوش من وانا طفل الحمد لله. بس شويه لما ابتديت تدرك بقى وتفهم اكتشفت انها، عارف الكلام الكليشيه بيقول لك الابتسامه دي تفتح ابواب معرفش ايه ده حقيقي. وبعدين ملهاش علاقه، الحمد لله الحمد لله بحاول بقدر الامكان اكون راضي، والحمد لله ان انا من الناس اللي ربنا انعم عليهم بنعمه الرضا، يعني ايه عيني مش في ايدي اللي في جنبي خالص. فراضي مبتسم. وساعات حتى لو انا متضايق، لو رايح مثلا داخل الصيدليه اجيب حاجه، لو بفكر نفسي ابتسم لان اللي قدامك ملوش ذنب، انت جواك حاسس ايه؟ والابتسامه دي بجد ممكن حد ياخدها منك في لحظه كده. يعني انا في شخص معين كده بيشتغل في الصيدليه اللي انا دايما بجيب منها الدواء، عشان كده افتكرت واقعة الصيدليه بالذات. يعني الراجل ده كل ما ادخل ابتسم له كده الاقيه وشه، هو الراجل وشه مش متعود يبتسم، فعارفه تحس انك محرج شويه، ما بتبتسمش في وشي ليه؟ قعدت شويه شويه لغايه ما خدت عليه، قلت له بس انا اعمل لك كده يعمل كده، انت الدنيا حلوه يعني ابتسم. وساعتها بقى اول ما ادخل الصيدليه يضحك، اول ما يشوفني يضحك، تقول ليه انت يعني. فحسيت انه فعلا لا، هي يعني صدقه، مش قال لك الابتسامه في وش اللي قدامك صدقه، هي فيها حاجه كده بتريحك انت كمان وبتصدقها. يعني المهم ما نطلعش، لان في ناس بقى ابتسامتهم كدابه بشكل يعني وبتحسها، فمهم تبقى من جوه يعني. حلو، وعشان كده يقول لك الطاقه الايجابيه يعني مو بس السلبيه اللي تتنشر، حتى الايجابيه، انت تدخل محل الناس يستقبلوك بحب ويرتاحوا لوجودك، هذا معناته انه انت برضو طاقتك الايجابيه متوزعه المكان طبعًا كله. طبعا يعني. يعني انا عشان انا في ناس بتعمل معايا كده، في ناس طاقتهم الايجابيه عايزهم يبقوا موجودين على طول حواليا، يعني وفي ناس من اول ما تدخل من الباب بتلاقي ان في هو في ايه يعني مين اللي كهربني. بس في ناس طبعا طاقتهم الايجابيه، لا انا بشوف ان الايجابيه كمان بتبقى منتشره اكتر، يعني قصدي الايفكت بتاعها بيبقى اعلى. طيب يعني ايه؟ بيبقى وجودك في المكان مرغوب. ان الراجل ده بشوش ولطيف، ويعني وانا اي بليف فكره انه احنا يعني احنا ليه حتى، يعني انا من النوع
انا الحمد لله الحمد لله يعني تقدر تسميني سفنجه يعني يعني اقعد اسمع دي برضو من نعم ربنا عليا ان الناس ممكن ترتاح لك من باب بقى الابتسامه من باب الطاقه من باب ايا كان فتقعد تتكلم معاك في حاجات خاصه جدا وبتاع ما اعرفش ايه ودايما عندك بتحاول تريحهم وتحاول بس يعني انا عندي عمري ما هنسى واحد صديقي كان بس الخياط الممثل كنا في بدايه ما تعرفنا على بعض خالص كنا احنا جروب مصريين ورحنا عرضنا في سوريا اول فيلم ليا ظهر ليالي ورجعنا فبقينا اصحاب جدا فباسل جه قعد معانا كام يوم وبعدين وهو ماشي كتب لنا ايه زي جمله كده يعني اهداء لكل واحد فينا فكتب لي انا الى من تسبقه دمعته الى جرحك الى ما انت تسبقه دمعته على جرحك او على ألمك فان انا فعلا لما انت بتقعد تحكي لي قصه انا بسمع كويس ويمكن ده لي علاقه بان انا جوه شغلتي يعني بقدر اشرح النفس البشريه قوي لان انا بسمع الاخر جدا وبحاول اخد ودي معاه انا فاكر مره دكتوري النفساني قال لي انت مشكلتك انك دايما بتصر على قراءه ما بين السطور لدرجه انك ساعات ما بتشوفش السطور يعني فدايما لما حد بيقعد يحكي معايا ما عنديش اللي هو رد الجاهز اللي هو اصل كده غلط اعمل كده انت بتكلم كل واحد بتحاول تساعده في حل مشكلته بشخصيته هو لا بشخصيتك انت ولا بالقانون لان مفيش قانون صح فلما يبقى بقى المشكله عندي انا اقفل على نفسي انا ليه حد يشوفني وانا شايل هم كل واحد شايل همه زي ما هو الا بقى ناس بقى ايه قدرها في الحياه ما انا كمان لا لانك لو كتمت وكبست كتير هتنفجر صح فبيبقى يا اما في طبيب نفساني دوره انك تفضي ده يا اما صحابك هم دكاترتك النفسيين زي ما انت الدكتور النفساني بتاع صحابك حلو حلو بس الابتسامه تساعد في ده الموضوع طبعا يعني انا فكره ان انا ابقى مبتسم كده دي دايما موجوده بس في مواقف غيرت حاجات تانية ما انا بقول لك بقى اللي هو ايه عارف الاول كانها كانت موجوده باي ديفولت انت ماشي بيها على طول دلوقتي بقى في اوقات انت بتفكر نفسك على فكره انت مش مبتسم يعني ايه هي بقى هموم الدنيا هي الوضع حواليك ممكن يكون كان الطف ما بقاش زي الاول اللي هي فكره انك بتفكر نفسك بيها دي ما كانتش موجوده عندي على طول كانت ماشي بيها بس اما افتكر ان انا داخل مش مبتسم ابتسم يعني دي ما كنتش يعني بقول لك بقت بعد بقى هموم حلو يعني مثلا الوالدة توفت الله يرحمها من 6 سنين زي ما كنا بنتكلم هل هذا الموقف خلاك تحس انه ايش اكثر شيء تعلمته من والدتك من طفولك خلاك تكون عندك القوة نقاط القوة اللي عندك الان بص في حاجة اولا انا يعني كنت انت بتقول لي شبه ده من شوية انك في حاجات كان دايما خيالك لو حصلت مستحيل اقدر اكوب معاها واستحملها واتعامل مستحيل يعني انا كان دايما خيالي حتى كان دايما دعايا في الصلاه يعني ايه خدنا احنا الاثنين في يوم واحد لان لا هي هتستحمل انها تعيش من غيري ولا انا هستحمل ان انا اعيش من غيرها فلما حصل ده انا لقيت نفسي كانه انا دايما حتى بقول للناس كده مع فقدان العزيز انه ربنا على قد ما بيديك الابتلاء على قد ما بيديك معاه زي مورفين كده مسكن خلاص بتلاقي روحك بتعمل حاجات انا وانا واقف في الطقوس بقى بتاعه الدفنه والعزاء والبتاع انا مش مصدق اني واقف يعني مش مصدق ان انا بجد بعمل كده وبعدين اللي حصل ودي الحقيقه يعني دي ده موضوع انا مؤمن بيه جدا اني اكتشفت ان بعد وفاه امي حواليا يعني امي معانا دلوقتي حالا يعني امي حواليا ما بتسميش اكتشفت ان هي يعني وناسها موجود وانها دعوتها اللي انا بتدعيها لي في لحظه معينه بسمعها بجد في ودني بتقولها وانا محتاج لها وان ان ان, إن في حاجات ممكن كنت بعملها من وراها وانا دلوقتي بعملها قدامها حلو فده شويه بجد مونسني ومحسسني وبقول لك دي حقيقه يعني 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 انا ما بقولش ده مجرد كلام لا اي فيل شيز اراوند حلو احلى صفه اكتسبتها منها الغفران بس مش بنفس القدر اللي كان عندها انا شويه اتعلمت ده والتماس العذر ان فلان ده عمل كده لانه في سبب خليه عمل كده يعني هو مش معقول يكون الشيطان وشرير لوحده جاي يعمل كده بس انا مش بنفس القدر اللي عندها يعني أوكي. يعني لا بس شويه اتعلمت منها ده وتعلمت منها الـ امي طول عمرها شخصيه متمرده
يعني ايه ما ما اللي هو ايه ما مش الباب اللي بيجي لك منه ريح سد واستريح ما عندناش احنا المثل ده. انا شويه عندي كده هي تواجه جدا اوكي جدا و و و و واللي هو يعني كنت دايما حتى في وسط لو مشاكل وانا صغير وبتاع يعني اقول لك مثال انا اول مره اقول الكلام ده انا طول عمري تخين فاهم فكنت اتخن من كده بكتير فكنت طفل تخين فلما كنا نروح على البحر خلاص ففي بقى اللي هو التحرش ما كانش على ايامنا حاجه اسمها تحرش ولا اسمه ايه التنمر والكلام ده كان عادي يعني فكره وانت تخين فانت في بقى سترك مش عارف عامل ازاي كده فانا كنت بتكسف عشان العيال ما يتريقوش عليا فكنت دايما امشي مربع ايدي كده فكنا على البحر انا فاكر قالت لي انت ماشي مربع ليه؟ فانا مكسوف مربع ايدك ليه؟ قلت لها بردان قالت لي برداني بقى يلا نروح قلت لها لا خلاص وبقيت كل ما عندي قدامها انزل ايدي فتعودت تعلمت من ساعتها انه انا ام فيسنج دي ده مثال من ضمن الحاجات كان عندها دايما الطرق دي وطول الوقت اللي هو يعني انت حر ما لم تضر فمحدش يجبرك على حاجه انت مش عايز تعملها حلو وفقدانها فقدانك لها اكيد الم الالم ده ايش علم تامر؟ اواني وخلاني بيتهيألي صعب ان انا يعني عارف اللي بيقولك اللي ما يقتلكش بيقويك فعلا ان انا اي حاجه كبيره بتسمع انها حصلت ماما ماتت يعني دي اكبر حاجه اكبر حاجه حصلت سبيشلي بقول لك ان الموت كان صدمه وانا ما كنتش في مصر وكان في بيننا مكالمه تليفون كده رهيبه ليله وفاتها ليله وفاتها انا كنت في انا 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 كنت في انا يعني انا سافرت من البيت فهي يوم انا اتطيرت الصبح بدري وكانت صغيرنا بالليل ورغينا قدام التلفزيون وبتاع ويلا هننام نمنا لقيت نمت انا ساعتين كده عشان الطياره فصحيت لقيتها صاحيه قلت لها قالت لي لا انا قلت اودعك بقى فوصلنا لغايه الباب ولا اله الا الله محمد رسول الله وكل الحاجات واما توصل روحي اما توصل تكلمني طمني انك وصلت دي المكالمه دي الجمله اللي دايما امي بتقولها لي قبل اي سفريه واللي دايما ما بعملها يعني ما بتكلمش هي تتكلم يا ابني مش قلت لك كلمني طمني عليك تمام انا مش عارف اوكي فيومها بالليل كنت معزوم وصلت بقى لبنان ونمت شويه وصحينا كنا معزومين على سهره في بيت جميل جدا في جنينه حلوه جدا والجو كان حلو جدا فكلمتني يا ابني مش قلت لك تكلمني تطمني وبتاع قلت لها انا اسف ونمت وبتاع ما اعرفش ايه بقى ماما انا في بيت حلو قوي في جنينه حلوه قوي والجو حلو قوي قلت لي يا حبيبي يا رب من بيت حلو البيت احلى من جنينه حلوه لجنينه احلى ومن جو حلو الجو احلى يا حبيبي لا لا دي كانت اخر مكالمه الله يرحمها واكتشفت بعدها ان هي مش بتقول لي انا كده هي بتقول لي هي رايحه فين يعني هي رايحه من بيت حلو البيت احلى ومن جنينه حلوه لجنينه احلى ومن جو حلو الجو احلى ولما صحيت تاني يوم الصبح احب بفطر في الاوتيل حسيت ان الجو مكتوم يعني انت قدامك كانك قدامك تابلو مرسوم بس ما فيهوش روح وانا قاعد بفطر في اوتيل على البحر الجو فيه هو فيه ايه في الجو ما كانش زي امبارح وجالي بقى تليفون يعني حصل انها توفت فنزلت جري وبتاع ما اعرفش ايه واقول لك بالبروسيجرز دي كلها لما عديتها بقى في موضوع انه بجد مفيش حاجه كبيره مفيش هم كبير ومهما الاهم بقى لان هي كانت دايما تقول لي الشغل احنا اللي بنعمله مش هو اللي بيعملنا فكان بقى ده دايما قدامي انه لو حاجه باينه زي الصخر لا انا هفوت فيها هتحصل واخدت من طبعت من هذا الشيء منها جدا يعني هي طبعت منها وهي عايشه وتاكد اكتر من موجود اجن طالما عديت بالازمه والصدمه الضخمه جدا دي يبقى هعدي من اي حاجه حلو هل كانت معاك في الحادثه اللي عملتها وانت صغير السياره كانت كان قدام بيتنا في اسكندريه احنا عندنا شقه في اسكندريه بتاعه المصيف فكنا قدام بيتنا في اسكندريه وانا وسبحان الله الحادثه دي وانا عندي 5 سنين والبيت ده هي اللي امي اتولدت فيه فأمي حصلت لها حادثة عربية قدام بيت اسكندرية وهي عندها 5 سنين نفس المكان نفس بس يعني ما سابتش أصلا زي دي بس يعني وهي في نفس الوقت وأنا عديتش العربية جاية تاخدنا راجعين القاهرة فجاي السواق بالعربية ياخدنا فأنا سهيتها ونزلت عديت الشارع كويس وبعدين جيب بالي إنها لا تكون ما خدتش بالها هي بتقفل الباب بقى فرايح تاني عشان بقى لها فخبطتني عربية فكانت معايا ما كنتش في عربية تانية كنت لا على رجلي بعد الرصيف حضرتك اوف ده الرصيف اوكي يعني عندك ايام حلوة وساعدتك كثير في ان انت مين اليوم كثير الحمد لله طب كلمة
ما تنساها ابدا اتقالت لك من اي شخص من اي حد سيئه او حلوه؟ في كلمه مهمه قوي على مستوى الشغل قالها لي الراجل العظيم الكبير استاذ داود عبد السيد المخرج. كنت انا وقتها عندي محبط شويه، كان قبل ما اعمل اول فيلم فمحبط ان انا كتبت فيلمين وكانوا هيتصوروا وما تصوروش وبتاع، فقلت له فبقول له انا محبط جدا، وقال لي بص الكتابه دي عضله لو ما عدتش تشتغل عليها هتضمر، فحتى مش مهم هتعرض يعني بتكتب حاجه عشان تتصور او عشان تتنفذ ولا لا، احنا متعتنا نعمه ربنا عليك في متعتك انك بتستمتع بيها اثناء ممارستها. يو كرييت، حلو، انت بتخلق من العدم بشر واحداث وحواليك وبتاع. فدي دي بجد الجمله اللي هي فعلا انت 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 في نعمه كبيره قوي انعم عليها بيك ربنا ان انت بتقعد تقدر تقعد لوحدك تتونس بشخصيات انت اللي خالقها. في شيء برضو كنت بسمع عنه كده اليومين دي، وصراحة هو بسيط ومعروف لكن كذا ضرب لمبة عندي، اللي هو أكثر ممكن بعض الناس اللي هو الفن لما يعمل الفن يوصل لمرحلة شهرة معينة تلاقيه بدأ يعمل الفن ده وما بيفكر إذا هو عاجبه إذا يبقى يخليه يعجب الناس، إنه صار فيه ضغط إنه شيء نجح فيقول أنا فحول من هاوي الى 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 محترف، فينسى انه هو اللي عمل الشغل ده، بس الضغط اللي هو يبغى يرضي الاخرين مثلا فيه فيبدا يخش الارض تلاقي فيلم عليه بادجت وعليه مصروف عليه وكذا، حتى او كتاب او بس هو بيكتب ما بيكتب من محل داخلي، بيكتب طبعا عشان يرضي غيره طبعا. فيبدا يصير فيه نوع من انواع الدروب في العمل او للفنان بشكل عام. فهذا الشيء كذا جاء في بالي معك، بس فنان ابغى اسالك فنان تحب تشتغل معه وليش؟ فنان في أي مجال؟ فنان أنت بتكتب أفلام ومسلسلات، قصدي ممثل مخرج ما. لا أحد على الشاشة. على الشاشة بص هو الحقيقة اللي كان نفسي أشتغل معهم كلهم مرحلوا يعني الحمد لله دلوقتي ناس كتير كنت عايز أشتغل معهم واشتغلت معهم. طب ناس كانوا لو كان عندك فرصة؟ سعاد حسني وأحمد زكي. أوكي الله، يعني ما كان نفسي الحقهم، ومحمود عبد العزيز الله يرحمه. الله يرحمه. إذا ما تتعامل مع ممثل، هل الممثل يقول لك إنه هو دوره كده ولا أنت تملى دوره عليه؟ فاهم علي؟ كيف تعمل وزنية؟ بص هو الشكل الأمثل إنك تكتب السيناريو سواء فيلم أو مسلسل وهو هيمدى للممثل، يعني مواصفات البطل هيليق عليها الممثل الفلاني. بس يعني أحيانا أنت بتبقى مثلا المنتج الفلاني او الممثل الفلاني، يعني المنتج عايزك تشتغل تكتب مسلسل مثلا ليسرى خلاص، فببقى عارف من الاول انها يسرى خلاص، فبشتغل وانا في بالي انها يسرى. بس الحمد لله ان الممثلين اللي انا كنت يعني تيمور وشفيقه ده كانت فكره بتاعت احمد السقا، ومن الاول عارف ان هم السقا ومنى فكتبوا هم كده. سهل عليك الكتابه بشكل ده كنت عارف؟ لا الاسهل ان انت ما تبقاش عارف مين خيالك هو اللي بس بيلا. كمان انا بكلمك عن ممثلين يعني ايه مش محدودين، فيعني ماشي انا عارف انها يسرى اي دور هكتبه يسرى هتعرف تلعبه، يسرى ممثله تقدر تلعب اي دور. اي دور هكتبه منى هتعرف تلعبه، فاهم؟ فمش محدود قوي، غير لو مثلا حد زي مثلا محمد سعد. خلاص محمد سعد عنده نوع كوميديا معينه، انا مش ما بقللش من قيمته ابدا، بس في نوع كوميديا مثلا بتاعته يمكن انا ما اعرفش اكتبها، وهبقى محدود انه 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 ده نوع هزار سعد اللي انا بحب اتفرج عليه واستمتع بيه، بس ما اعرفش اكتبه. تكتبه اوكي، لانه عنده سبيسيفايد او يعني سبيشاليزد في ده. لكن لو حد حر ممثل، الممثل المفروض يمثل كل الادوار، فبس يستحسن ان انا اكتب وبعدين اعرف مين الناس. طب تظن يعني انت عايش تكتبه بتعيش خياله والممثلين بيمثلوا، تحس انه الممثلين اللي بيمثلوا هذه الاشياء بيكونوا بيمثلوا في حياتهم اليوميه، ولا في خط تفصل بينه وبينه دي حياتي، ولا التمثيل هو شيء في دمه خلاص يبدا يمثل حتى في حياته اليوميه؟ فيهم وفيهم، يعني في ناس بيمثلوا قدام الكاميرا بس، وفي ناس معاهم كاميرا ماشيين بيها ال 24 ساعه حتى هم نايمين. اوكي. في كده هم عاوزين كده ولا هم كده؟ هو بص هو هي عموما اي حاجه ليها علاقه بالفن هي صعب تفصل، احس بتعييك. يعني ما هو انت لما تشوف، يعني هتلاقي ده عند المطربين بشكل اكتر، الايجو مش عارف عامل ازاي، وده منطقي انك لما تبقى واقف على ستيج وقدامك الاف البشر تحت، انا اسف يعني تحت رجليك، ولو ضل يمسكك كده يبقى عمل انجاز. انا شفت محمد منير بيتشال بعربيته، شفتها بعيني،
فهو انت طبيعي انك تصدق في ده، يعني يعني منطقي ان، وده اللي بيحصل في حياتك بشكل يومي تقريبا، طبيعي انك تصدق بده، انك لما تبقى ماشي في الشارع فالناس تموت بعضها علشان يسلم عليك ولا بتاع ما اعرفش ايه، طبيعي بيحصل حاجه للايجو بتاعتك. عشان كده لازم طول الوقت تبقى واعي لانه كل ده هوى، انه الحقيقي انه بي يور سيلف. وده اللي مخلي اللي قادر يمسك العصايه دي من الميزان هو اللي قادر، او يمسك سوري الميزان النص يعني العصايه من النص يوزن العصايه، هو اللي قادر يبقى عنده حياه عاديه سويه، عنده عيله، عنده صحاب، عنده يعني يعني الغالبيه العظمى من إذا يعني اذا كنت انا على سكيل ضيق جدا، يعني انا مفيش مقارنه بيني وبين الممثلين يعني، بس انا كاتب شكلي معروف ومثلت كام حاجه وبتاع فالناس عارفين شكلي، احيانا بتحس انه انه يعني بس ان كان عشان انا السكيل بتاعي ضيق، انا ببقى طول الوقت بحمد ربنا لما حد يجي يقول لك انا غيرت قرار في حياتي لما شفت لك الفيلم الفلاني، يعني يعني دي اكتر الحاجات اللي بجد بحمد ربنا على المهنه، وده ليه علاقه باخلاصك وصدقك في اللي انت بتكتبه، ليه علاقه باللي انت كنت بتقوله قبل كده في فكره انك لما تبقى محترف انك بتفكر السوق عايز ايه واللي يرضي السوق ايه فتعمل ده حتى لو انت مش مقتنع بيه. انا جربت ده مره واحده، جحيم جحيم يعني يعني رغم انه العمل نجح بشكل مش بطال، اعلى اجر خدته عن مسلسل كان عن المسلسل ده، بس انا عملته في ظروف ما كانتش حلوه وما كنتش عايز اعمله، وكان يعني مش طالع من جوايا يعني يعني ايه اللحم ودم بتاع الشخصيات اللي بتلمس الناس، ودايما بقول لك يجي يقول لي انا غيرت قرار في حياتي عشان لما فلان عندك عمل كذا، ما كانش موجود هنا. اوكي لغايه النهارده انا بجد والحمد لله انه انه الناس اللي هم بييجوا يكلموني وبتاع بيسقطوا المسلسل ده من بيقول لي بحب لك كذا وبحب لك كذا وبحب لك كذا، ده سيته ما بتجيش، بيتنسي بيتنسي كان من النسيان. ايوه حلو حلو. طب على سيره الموضوع ده، من فين تستلهم اعمالك وايش اللي يخلي الكرييتيف فلو حقت الكتابه تجيك؟ في كذا مصدر، يعني انا ايه مينلي مينلي انت من الناس اللي حواليك. انا انا هقول لك حاجه، الاساس عندي مهم جدا. واحد، انا ابتديت احب القراءه، انا امي كانت بتشتغل في اليونيسف خلاص، هي كانت دارسه علم اجتماع وعلم نفس وبتاع، ف وانا عندي 9 سنين راجع من المدرسه يوم بفتح كده باب اوضتي لقيت مكتبه بكتبها بس مديانه كتب اطفال مجهزه مجهزه حلو، ولا عيد ميلادي ولا بتعمل بدون مناسبه. وحتى هي وقتها قالت لي ان اصل دي مش هديه، يعني الهديه بنجيب لك في عيد الميلاد عجله، انما دي حاجه لازم تبقى موجوده في حياتك، لازم تقرا. حلو. فابتديت اقرا من وانا عندي 9 سنين خلاص. ف وبعدين اول روايه مسكها اقراها كان اسمها انف وثلاث عيون لاحسان عبد القدوس. فوقعت في غرام هذا الرجل بطريقه هستيريه، واحسان عبد القدوس هو خير من شرح العلاقه بين الرجل والست بكل الاشكال بكل اشكال يعني ايه. خلصت احسان عبد القدوس خالص، وبعدين ابتديت اشوف بقى مين نجيب محفوظ، مين يوسف ادريس، مين معرفش ايه كده. وامي جت في وقت اشتغلت اخصائيه اجتماعيه في الجامعه، وكانت بتحل مشاكل الطالبات، وكانت امي بتحب شغلها جدا، فلو بعد ما تخلص الشغل مثلا في بنت عندها مشكله مش عارف ايه، فتيجي تتكلم معاها في مشكلتها او مشكله مع مثلا ابوها، فتجيب البنت وابوها وتعمل قعده عرب كده تحل المشكله بينهم وبتاع، فبقينا طول الوقت في في حل مشاكل حل مشاكل وعلاقات غريبه وبتسمع معرفش ايه. وانا رحت ورثت ده من وانا صغير في المدرسه، خدت نفس الدور، فبقى عندي قدامك عوالم من الشخصيات والابعاد النفسيه. انا انا رايي انه انه اللي ما بيقراش علم نفس او مش مهتم بعلم النفس وبيشتغل كاتب يشتغل اي مهنه ثانيه. ليه؟ لان انت مين لاي شخصيه بتتعامل بالطريقه الفلانيه بناء على تركيبتها النفسيه. حلو. اللي هي بتتكون في 4 سنين في حياتنا. حلو. فانت مهم قوي انك تبقى شايف وقاري علم النفس وقادر تشرح الشخصيات. ايش في كتاب حلو قريته دائما كده في بالك على علم النفس؟ انا في راجل اسمه ميلان كونديرا، هذا الرجل انا يعني بحبه حب بحبه حب، عنده عنده روايه اسمها الجهل، حاجه ما فوق. وفي مؤخرا راجل ياباني اسمه صعب قوي، هاروكي ميروكامي. اوكي خلاص، ده برضو ده اللي هو ايه، الله ده في جديد في الكتابه، يعني ده راجل بيكتب بطريقه جديده خالص خالص، يعني ايه تلاقي سوبرمان طالع في روايه واقعيه جدا في عالم كده بقى.
خلاص بقى قابلت ان انا بتكلم لان كمان هو التركيبات الشخصيه بتاعت الاثنين الكتاب دول بالذات مليانه كلاكيع مليانه ليرز ودايما الشخصيه الحلوه هي اللي يعني الوان دايمنشن ده سخيف جدا عشان كده دايما في الدراما او في الادب او في الحياه الطيب تبقى مطلقه والشرير شر مطلق ده دمه تقيل صح يعني لازم تعمل كده يعني ما كلنا رمادي يعني كلنا فينا نقطه صح. الكتابه هل قراءه المشاهد او عقل المشاهد هل انت شاطر فيه ولا انت بس بتكتب باحساسك وهذا هو اللي بيوصل لا باحساسي بالعكس يعني انا على ذكر صار ليالي صار ليالي لما كنا بنعمله في الوقت اللي عملناه فيه هو كان سنه 2003 كان وقتها الموضه في السينما مفيش افلام بتتعمل غير الافلام الكوميدي كان السائد هو الافلام الكوميدي وعلى استحياء اتعمل اكشن احمد السقا عمل شورت وفانيلا وكاب وبتاع وما اعرفش ايه كان بيبتدي الاكشن يعني فكره ان انت عامل فيلم وكان في مصطلح اسمه السينما النظيفه اللي هو ايه مفيش ولا بوس ولا احضان ولا الحاجات دي فانت داخل بفيلم بطوله 8 شخصيات وكانت البطوله الفرديه البطل الفرد اللي هو الكوميديان اللي جنبه بنت يقعد يرمي عليها افيهات وبتاع وخلاص كانت حتى حنان تركي مسميها ورده في علبه الجاكيت البطله في افلام الكوميدي ورده في علبه الجاكيت فاحنا جايين وانا سهر الليالي كاتبه سهر الليالي هو مقتبس من يعني هم 8 شخصيات بس هم ايه 25 26 بني ادم اعرفهم في الدنيا اوكي منهم انا يعني ضربتهم في الخلاط كده طلع منهم الثمانيه دول اوكي فهو بيست على وايه يعني عندي واحد صاحبي عنده معرض عربيات كنا بنروح عنده نلعب كوتشينه بالليل وكنا لما بنسافر المنتزه نروح كابينه الكابينه اللي صورنا فيها بتاعت واحد صاحبي فعلا هي الكابينه اللي كنا بنروح نقعد فيها انا واصحابي فهو في حاجه واقعيه جدا انا لما كتبته انا ولا كنت مفكر كنت متاكد انه مش هيتعمل ده على فكره ده اللي كان بعد نصيحه استاذ داوود اللي هو اكتب لمتعتك الشخصيه فبشتغل بحريه مطلقه لاني متاكد مش هيتشاف فمش حاطط اي عواقب رقابيه جوايا وسبحان الله ان ده اللي اتعمل واتشاف واي بليف ان صدقه وحقيقته دي هي اللي خليته يحقق النجاح اللي حققه ده كله وكان وقتها يبقى في خناقات من الانتاج معانا انتوا الفيلم مش كوميدي وكانه حرام خلاص وخلق بقى جنر يعني او الجنر ده حي تاني من بعد يعني النوعيه دي كانت بقى لها كتير قوي ما بتتعملش ابتدى يتعمل بقى بعدها شبهها تاني حلو في نقطه تانية احنا تكلمنا عنها بس ابغى اعمل عليها برضه خط احمر لانها نقطه حلوه وثمينه ومهمه لاي واحد في مجال مختلف اللي هي انك لما تيجي تعمل عمل معين اعمله للاسباب الصح حب العمل خلي هو العمل الاول حقك والعمل الاخير يكون دافعهم واحد لانه طبعا. الشهره ممكن تدخل الفلوس ممكن تدخل هذه كلها تسبب تشتيت انه انت بتعمل العمل ده ليه صح فتقدر تقول انت كتامر من الاشياء اللي هي ممكن تحافظ على شغلك انه يطلع بالشكل ده هو عملك في معظم افلامك او مسلسلاتك او الاخره هو عمل معمول من لتامر لانه تامر ينبسط منه صح. تصدق الاول يعني يبقى في عندك رغبه في ان انت تعمل عايز تعمل ده تصدق حتى لو فورمات ما انا خدت مسلسلات فورمات يعني بقى جراند اوتيل كان فورمات اسباني مش عارف طريقي كان فورمات كولومبي باين انا حسيت ان انا لا لما اعمل ده انا هستمتع بيه واعمله حلو فهحط روحي فيه وانا بكتبه ابقى فرحان يعني انا وانا بكتب عن العشق والهوى ليترلي انا كان عندي اكتفاء عاطفي انا قعدت اكتب العشق والهوى فتره كبيره يعني ايه واكتبه واقطعه واكتبه واقطعه فالفتره دي انا عندي اكتئاب عاطفي مش عايز احب لان انا عندي عايم في بحيره حب 7 شخصيات ما بيعملوش حاجه في الفيلم غير ان هم بيحبوا بعض وانواع مختلفه من الحب أوكي. فكان عندي انا لا اصل الامور بتوصل معايا ان انا يعني ممكن ابكي مع الشخصيه وهي بتبكي واضحك مع الشخصيه وهي بتضحك واقول الكلام بصوت عالي يعني انا مره فاكر كنت بكتب في كافيه قاعد في كافيه بكتب وبتاع ما اعرفش ايه بحصل موقف معين خلاني اعيط وانا بكتب البتاع بعيط فقت على بنتين دول الحقيقه بيعيط وراحوا ضاحكين هما الاثنين فاللي هي دي الكذوب مجنون بس قصدي ان انا بستمتع وهم حواليا كده يعني وانت لما بتعمل ده الجمهور بيتعدي منك حلو يعني درجه الصدق ده بتوصل له وبتعدي منك حلو انت انسان ما انت انطوائي من ناحيه الخروج تحب الناس خالص بس ككاتب واحد زيك يحتاج وقت لوحده عشان يقدر يعبر على نفسه واحاسيسه ومشاعره بشكل يقدر يبدع فيه بالشكل ده بس في الكتابه طبعا لا في الكتابه يعني عندك خن كده تروح الله. تقفل عليك ممنوع حد يعدي يعني ممنوع حاجه خالص حلو
يعني لو الباب خبط مثلا عليا لو انا بعمل حاجه، لا هو ليه؟ لان انت ممكن في لحظات يعني ايه في وسط حبل افكارك طبعا. يعني الكاتب انطوائي جدا أوكي. انما الشخصيه الاجتماعيه يعني العاديه اوفر سوشيال يعني. انت من الناس القليل اللي اشوفها اكستروفرت وانتروفرت مضروبه في خلاط يعني عندك الموضوعين شغالين. طيب سؤال كده ابغى جوابه، بس يعني ابغى الجواب يكون حقيقي. كيف قدرت بعد 3 سنين من التخرج من الجامعة أو من المعهد إنك تعمل فيلم وتحط فيه 8 أبطال؟ كيف قدرت تعمل وإنت لسه صغير، لا عندك ريكوجنيشن، لا أنت واحد واصل في محل إنه لو كلمت ممثلين دول حي. إيش اللي خلاك أو خلاك تنزل بهذه القوة في الفيلم الأول؟ أولاً الموضوع له علاقة بذوقك الشخصي. يعني أنا نوعيه الافلام اللي بحب اتفرج عليها هي الافلام اللي فيها شخصيات كتير اللي مش شخصيه البطل الواحد وبتاع والاجتماعيه خلاص. فده نوع الفيلم اللي بحب اتفرج عليه طول عمري، فطبيعي لما تيجي تكتب شبه ذوقك. عشان كده اخترت. وبقول لك انا الفكره بتاعت سهر الليالي جت انا قاعد عند واحد صاحبي في معرض العربيات بتاعه وهم كلهم نيولي ماريد كابلز خلاص، احنا قاعدين بنلعب استيميشن ولقيت نوع الحوار اختلف. يعني عمالين يتكلموا، ده مراته بتكلمه ما تتاخرش عشان مش عارف ايه، وده بتقول له هات معاك مش عارف ايه وانت جاي. ما احنا ما كناش كده يا معلم، احنا كنا يلا بينا نطلع اسكندريه دلوقتي فعلا زي ما يلا طق في سجن دلوقتي. فحسيت انه في الجمله اللي شريف بيقولها في الفيلم كده، احنا بنكبر ولا ايه؟ هو بالظبط كده. وانا شخص عندي رافض ان انا اكبر. يعني اي بليف انه الفنان لو عجز مات. يعني روحك لازم تفضل شابه ولازم تبقى اب تو ديت ولازم تكتب زي ما الشارع بيتكلم دلوقتي مهما كان سنك. يعني محتاجه انك تفضل فريش كده. فريش سر انك تقدر تكون فريش بالشكل ده، انك تستمر على الفريش، انك تبليف ان ايجز اونلي نمبرز. يا سلام. بجد. وانا اي بليف، انا لما بفتكر سني انا بتخض. يعني اللي هو لا انا اتنصب عليا يا جماعه. بس برضه ما عملت لي انت كتبت السيناريو ده وعرضته وعجب الناس. انا بكمل. فلما قعدت اكتبه اجان بقول لك انا كنت متاكد انه مش هيتعمل. فولا مفكر بقى مين تمام ممثلين هيجوا ولا مش هيجوا ولا اي حاجه، انا بكتبه لمتعتي الشخصيه خلاص. ولما قريته يعني كنت عايز هاني خليفه المخرج بتاعه هو اللي يخرجه، برضه كان اول فيلم ليه، هو حبه جدا. وقريته الاستاذ داوود عبد السيد، فاستاذ داوود هو اللي اصر. انا خلاص كتبته وحطه في الدور، مش يعني خلاص لا نشوف واتس نيكست. قال لي الفيلم ده هيتعمل، الفيلم ده غصب عنك هيتعمل. والحقيقه هو كان الاب الروحي، هو اللي خد الفيلم وراح بيه لشركه الانتاج مع سعد يونس واستاذ حسين القله واتحرك الفيلم. والحقيقه انه الممثلين اللي قبلوا الفيلم قبلوا لانهم حبوا، مفيش اي حاجه ثانيه، مفيش اي امار. ويعرفوا مين المخرج ده ولا مين الكاتب ده. انا حاولت ادخل معهد السينما بعد الجامعه، انا خلاص كليه التجاره الاول. بعدين قبل الكليه حاولت ادخل بعد ثانويه عامه، قالوا لي لازم تجيب وسط. قلت لا انا كويس، انا دي اكتر حاجه بحبها في الدنيا فمش هجيب وسط. فما قبلتش لاني ما جبتش وسط. وبعدين دخلت الكليه، وبعدين اشتغلت 3 سنين، وبعدين جيت خلاص خدت القرار ان انا يعني لو فضلت بس عايش من 9 لـ5 كاره نفسي حموم. بعمل حاجه ما بحبهاش من 9 لـ5، اشتغل محاسب. فرحت قايل لا انا هصفر العداد، يعني انا تشيفت كارير. انا نفسي اتفاجئت في نفسي ان انا شخص مقامر للدرجه دي، لان دي اصلا كنت ايه يعني يا تنتن يا تنتن، ما فيهاش سبيشالي ان الدراسه في المعهد انت لازم تفضل يعني فول داي بتدرس، فمفيش مش هتشتغل جنبها حاجه تاني. حتى ده كان سر مشكله كبيره يعني، او يعني ازمه كبيره بيني وبين ابويا الله يرحمه. ان هو مش فاهم يعني ايه في شارع النيل افضل اصرف عليك غير ما يبقى عندك 30 سنه. ما انت اشتغلت بقى وعندي مرتب وعندي حياه وبتاع. فلما جيت وقتها، وكان وقتها اقدر اجيب واسطه برضه، قلت لا مش هجيب واسطه. وانا فاكر حتى دي كانت يعني انا كنت رايح شغلي، كنت بشتغل في العاشر من رمضان مصنع. كنت وصلت المرحله اللي هو اليوم اللي قبله، كنت اليوم اللي انا يعني مكتئب في اكتئاب رهيب ومش قادر اسد، يعني مش يعني كنت باخد دواء رجيم بيجيب اكتئاب خلاص، وانا مش حابب حياتي ابدا ابدا، كاره يومي وكاره نفسي وكاره مهنتي. فايه كلمت ربنا كده قلت له بص يعني هي دلوقتي تعالى نعتبر ان ده الخط الفاصل، يا اما تقول لي يعني تفتح لي الباب اللي نفسي فيه واشتغل المهنه اللي انا بحبها، يا اما تحببني في اللي بعمله. ورحت الشغل ما كانش في موبايلات ايامها.
كلمت واحد صاحبي شغله جنب معهد السينما، قلت له اسال اخر سن للتقديم في المعهد وامتى اخر ميعاد لسحب الابلكيشنز وامتى الحاجات المطلوبه يعني البروسيجرز. كان سني وقتها 26 سنه، راح ده اخر سن 26 سنه. اخر ابلكيشن اتسحب كان الابلكيشن بتاعي اخر يوم للتقديم كان اليوم اللي هو راح فيه. واو خلاص صف النيه انت. الاجابه جري، فابتدى بقى طب هات واسطه، مش جايب واسطه. ودخلت المديري، هو كان وقتها علشان تقبل في المعهد بتاخد بيعملوا لك حاجه اسمها ورشه كده لمده 15 يوم، بيسالوك في كل حاجه في الدنيا، بيشوف انت كواليفايد انك تدرس سينما ولا لا، او بتحبها لا ولا. فدخلت المديري في الشغل قلت له بص انا مقدم على اجازه، يا اما هم 15 يوم ورجع، يا اما استقال. وبقت استقال، ولا واسطه ولا اي حاجه في الدنيا. ولما جت بعد كده سهر الليالي واحنا بنشتغل عليه وبتاع والازمه، كان الفيلم كان انتاج مدام اسعاد يونس، وانا بنت اسعاد يونس صديقتي. وامي حبيبتي الله يرحمها قالت لي طب ما ترفع السماعه، قول لها يا اسعاد. لا يا ماما كفر ده. وده كان المبهر جدا، ان بعد ما الفيلم سمع وكانت اسعاد ما شافتنيش خالص ولا مره، ولما قالوا لها بقى خلاص هنمضي الفيلم، فداخل امضي عليها قالت لي يخرب بيتك كنت ما كلمتنيش من الاول. بس كده احلى الف مره طبعا اورجانيك. فانا موضوع الوسط ده ما بحبوش يعني بجد طول عمري. فبقول لك الاستاذ الناس جت حبت الفيلم، كل الناس حبت الفيلم، وبقى في ايمان بالفيلم، لان الفيلم عطل يعني احنا بنشتغل عليه سنه 2000 نزل في اتعرض 2003. بقى في ايمان بالفيلم من كل اللي حبوه. اي بليف ذيس از لاف، هو فيلم من جد يعني مبني اسسه للحب. بجد الحب والايمان. وهاني خليفه كان نفس الحكايه مخرج الفيلم، يعني قضيتنا الاولى والاخيره. طيب يا سيدي، معلومه اذا كنت تعرفها من بداية الكارير حقك كانت وفرت عليك جهد ومال كثير. حاجات كتير. أكثر شيء. الحقيقة إن هي مش بس الكارير، في الحياة. في الحياة. إنك من حقك 100% تبقى في المكان اللي أنت عايزه وقت ما تحب، وتمشي منه وقت ما تحب. يا سلام. نقول يعني يس وين يس أند نو وين نو. يس. يس. أوكي. وليش تحس إنه الناس عندها كلمة نو فيها عيب أو فيها قلة في صلاح جاهين اللي هو أنا بعشقه وبموت فيه، يعني الراجل الشاعر والكاريكاتيريست أعظم حاجة في الدنيا، عنده أغنية كده فخلي بالك من زوزو بتقول إيه، إحنا الطلبة زميل وزميلة واللي ما بيننا معاني جميلة، وأجمل درس اتعلمناه إن كلمة أيوة جميلة بس الأجمل كلمة لا. الله حلوة. حلوة حلوة دي. ذا باور اوف نو، أصل ذا باور اوف نو دي مش سهلة. يعني دي محتاجة عند باور اوف يس وان يس برضه. يس ديفينتلي ديفينتلي. بس فكرة إنك لما يبقى قدامك العرض اللي هو إيه مليان بالنوايا، وأنت تلاقي روحك عندك حاجة بتقول عايز أقول لأ، وتبقى في قوة إنك تقول لأ. يعني أنا دي من أسعد المرات اللي مارست فيها ذا باور اوف نو الحقيقة. يعني أوكي استاذ وحيد حامد الله يرحمه، ابويا الروحي واستاذي واعظم سيناريستات البلد دي وكل حاجه في الدنيا، يعني لما نزلت روايه عمارة يعقوبيان، فهو جابني وقال لي ايه، انا عايزك انت تكتب السيناريو ده، انا هنتج الفيلم وانت هتكتب السيناريو ومروان حامد يخرج ومروان ابن. فدي اهم روايه اتكتبت في الفتره الاخيره، وهيتعمل منها فيلم كويس وبتاع. وانه اختياري انا ان انا اعمل ده كان ده تكليف عظيم يعني، ده ومن اساس وحيد اللي هو بقول لك ده بالنسبه لي الاب الروحي يعني، فاهم؟ فانا قريت الروايه وحاببها بس مش عايز اعملها، مش عايز اكتبها يعني، يعني مش وشايف ان اعظم واحد يكتبها استاذ وحيد نفسه، هي شبهه جدا. فاخدت الروايه والله يا محمد قعدت 3 ايام معادي معاه، المفروض بعد ما اقراها ارجع له 3 ايام، وقريتها تاني، كنت انا قريتها اوريدي، هقول لا ازاي؟ بس شعور كده انه لا انا مش حاسس اني عايز اعملها. حلو. بس لكن اي حاجه تانية بنقول لازم اقول ده وحيد حامد وهو اللي هينتج فهيصرف عليه جامد، ومروان حامد مخرج انا احب اشتغل معاه جدا لغايه دلوقتي، مخرج كبير ومحترم، ومن وقتها هو مخرج محترم، مروان كان زميلي في المعهد، فكل المعطيات بتقول قول هي، بس انا مش حاسس بس. فرحت له وحياة ربنا يعني يمكن ده اصعب من اصعب امتحان دخلته. واو. قلت له انا ما عنديش اي حاجه اقولها لحضرتك يا استاذ وحيد، الروايه اولا والتكليف والتعظيم. قال لي ها. قلت له مش حاسس. قال لي يا ابني ما ينفعش افضل احبك اكتر من كده، اوعى تعمل حاجه انت مش حاسس بيها.
انا عيطت ساعتها من كتر ما انت خايف من اللحظه، ومن كتر ما هو احتوائي خلاه يحترمني زياده. الله على ذا باور اوف نو لما تبقى صادقه بجد، فاهم؟ وعمري ما كنت هحكي الحكايه دي غير لما هو طلع في البرامج الله يرحمه كان بيقولها. يعني يعني فكره ان انا قلت لا الوحيد حامد انا مش هقول، لغايه ما هو وقالها بفخر. حلو. في شيء اللي هو شورت تيرم بليجر لونج تيرم بين، في الشورت تيرم بين لونج تيرم بليجر. الباور اوف نو لما تكون في محلها ممكن تسبب لك الم بسيط في الوقت اللي هو البسيط جدا، بس انت كده بتشتري راحتك على مدى الحياه. هذا الكلام ينطبق على الزواج، ينطبق على العلاقات، على اخذ القرارات، على كده. ولما تبدا توجه البوصله الداخليه حقتك بالشكل ده تبدا تلاقي انت في محلات بتوصل فيها المحلات عالي، لانك انت قاعد تحافظ على طاقتك الداخليه وبتحطها في اشياء انت حتعمل فيها وابدعت فيها وسويت اشياء بعد كده احلى كثير. هذا الشيء ياخذني لطبقه شويه مختلفه اللي هي ايش تبغى الناس يفتكروك بيه في اخر المشوار؟ اللي انت سالتني بيه اول سؤال، الابتسام. ابتسام طبعا. الله، انك سبت علامه، يعني انك ان وجودك كان دايما محبب ومرغوب فيه. معروف عنك انك صاحب صاحبه. ايش الصداقه تمثل لتامر؟ كل حاجه في الدنيا، يعني لان انا الحقيقه انا ابن وحيد بس، يعني ما عنديش ولا اخوات ولا اولاد ولا بنات، وابويا اتجوز بعد امي، وامي اتجوزت بعد ابويا، والاثنين ما خلفوني. بس طول عمري قلت فيها سريرين. ما تسالنيش ليه، حاجه غريبه جدا. اوكي. خلاص. ففكره الصاحب دي موجوده في حياتي من وانا عيل صغير. ويمكن يعني عدم وجود اخوات هو وربنا، انا ام لكي، انا الحمد لله من نعم ربنا عليا ان عندي اصحاب كويسين كتير. يعني دايما المقوله الشهيره بتاعت الصحبه، فين الصاحب الكويس؟ الصاحب بقى خاين، الصاحب بقى مش عارف ايه، في ناس مش كويسه اكيد في، بس الحقيقه ان كويسين كتير قوي، يعني انا محظوظ بيهم نعمه، اللهم دايما نعمه محفظه من الزوال. خلاص. عدم يعني عدم وجود اخوات في حياتي، بقى عندي صحاب بقرب منهم جدا. خلاص. وفي نفس الحكايه لان عندي صحاب قريبين قوي، ما عمري ما حسيت ان انا عايز عندي يبقى عندي اخ او اخت. يعني عمري ما حسيت بافتقاد فكره ان في اخ او اخت، سبيشالي ان احنا عايشين في الدنيا وشايفين اخوات بيولعوا في بعض. مالهاش دعوه القرابه البيولوجيه ايه، هي ليها علاقه انت اللي وعندي اصحاب اقدر اقول لك انهم اخواتي. طب ايش معنى كلمه صاحب لو تبي تحطها في كلمه معنى؟ انه صاحب يعني حاجات، انه ممكن نفضل قاعدين جنب بعض ساكتين احنا الاثنين خلاص او احنا الثلاثه مثلا ومش زهقانين. انه ممكن كتير يعدي وقت وما نسالش على بعض، وفي نفس الوقت نتقابل كاننا لسه سايبين بعض امبارح. انه لما يبقى في اي حاجه في الدنيا انت عايز ترميها لحد، ما بقول لك مش بقول لك لسه لما انا بحب اقفل على نفسي، بس في ناس قدرهم بقى دول خلاص دول انا، وانا لازم اقوم طرش لهم اي حاجه انا حاسس بيها. ونس الصاحب، ونس الصاحب، ونس. حلو. لو يرجع بك الزمن تعمل العمليه اللي عملتها الجاستريك باي باس؟ طبعا. بتعملها؟ طبعا. ليه؟ كنت تاكل انت من النوع لما تزعل؟ انا لغايه دلوقتي باكل، بحب الاكل، انا عموما بحب الاكل، وانا يعني ايه بقول لك طول عمري تخين. انا بيحكى ان انا السبب اللي انا فيه ده ان جدتي اللي امي الله يرحمها كانت بتقعد تدفس الاكل فيا لغايه يعني ما بترتاحش غير لما معدتي خليتها قد كده، فاهم؟ فبس انا كنت وصلت بقى، اللي خلاني وصلت انا اكشلي عملت عمليتين مش واحده، عملت سليف وبعدين الباي باس. اثنين. وكم فرق بينهم في المده؟ سنه ونص. اوكي. لانه السليف لو انت شخص اكول بتوسع تاني، السليف بيأثر المعده فبتوسع تاني، انما الباي باس خلاص بقى. ما تعبت بعدهم؟ لا الحمد لله. أوكي. طب تعبت قبلهم، انا السبب ان عملت العمليه، يعني انا كنت متصالح مع تخني على فكره، بس كنت وصلت لمرحله بقى ان انا اوبيس، ان انا لا نفسي وسليب ابنيا بقى، والناس بيقولوا لي بتكلم وانا نايم وحاجات بقى انا. اوكي. ولو لو ماشي شايف مثلا ايه الشارع طالع كده شويه مثلا 150 متر ولا لا ناخد تاكسي، تاكسي فابتدت كده. والسبب اللي خلاني يعني اصريت على ان انا اعمل العمليه وبتاع واحده صاحبتنا احنا الاثنين. اوكي. يعني هي سابقون وانا اللي لاحقون. ودتني نفس الدكتور اللي هي عملت عندي العمليه. أوكي. فالمهم الله يذكرها بالخير حبيبتي. فبقول لك قبلها كان جالي جلطه في القلب بسبب التخن. انا فاكر الدكتور، انا كان عندي انزلاق غضروفي، فعملت عمليه بالمنظار، قلت للدكتور هتاخد قد ايه؟ قال لي يعني ساعه الا ربع ساعه بالكثير قوي. خرجت من اوضه العمليه بعد 7 ساعات.
خلاص. بعدين الدكتور البنج دخل عليا قفل الباب، اتخرج كل الناس قفل الباب، قال لي بقول لك ايه، لو هتضطر تعمل عمليه بعد كده موت. انا بصيت للراجل كان تقول ايه يا حاج، قال لي انت مت وحيد مني 5 مرات. ما انا بقى ايه، هيفي سموكر، بقى شره جدا، تخين جدا، ما بعملش اي رياضه، اللي هو ايه نموذج البني ادم لازم ينفجر. فيومها بالليل كنت نايم، وكانت امي برضو الله يرحمها معايا مرافق في المستشفى، وبالصوت الدكتور قال لي انت ممكن تروح النهارده. قلت له خليني يوم احتياطي كده ايه مريح. اتوجعت بالليل وبتاع، هوبا جلطه في القلب. نفس اليوم؟ نفس اليوم. يعني عملت العمليه الصبح، والتاني يوم الصبح ركبت الدعامه بقى واسطر. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبي. فده السبب اللي خلاني بقى لا خلاص كده داخلين بقى على الهبل، يعني داخلين على حموت يعني، ده هزار يعني. وفكره انك تسمع جلطه دي بسمعها بتاعت الكبار. يعني انا بكلمك الكلام ده من قد ايه؟ من سنه 2012. لكن لسه بدري يعني على كلمه الجلطه دي. فرحت عامل بقى السليب الاول، وبعدين اكتشفت نوع تاني من الموجب من المتعه في الحياه. ارتحت. الراجل الدكتور قال لي وات اي بروميس يو، على المقام الاول 10 سنين اقل، 10 years younger. لا انت مش فاهم بقى، اصل دي حاجات برضه مش هيفهمها غير الدخان. انك تدخل محل تلاقي مقاسك عادي، ما هوش محل بيجن تول، وتدخل تلاقي، انا كنت واصله لمرحله انه، لان انا كنت دايما بيحصل ايه، انا بلبس بقى مثلا 3 اكس ساعات، مش عارف 4 اكس احيانا، فاللي هو ايه، انا بدخل المحل انا ما بدورش على الموديل، انا بدور على المقاس. لو لقيت المقاس هجيبه، عايز اتكسي يعني، ماليش رفاهيه ان انا اختار. فقعدت فتره بعد ما خسيت بتحول بقى حافظ مش فاهم، فادخل اجيب كل ما هو، الاقي حاجات مش عجباني، بس انا مقاسك موجود في كل حاجه يهبل، ما خلاص اتحلت المشكله. فبقول لك لا طبعا طبعا اعملها تاني، وانصح كل حد في الدنيا انه يعملها. في طبقه تبقى تتكلم عنها احنا ما جينا عليها؟ ما اتكلمش على علاقتي بابويا خالص، لان انا دايما الموضوع ده برضو يعني ده، لان انا بقى علاقتي بابويا يعني، بص ده دي الحاجات في حياه ربنا بتقعد في حاجات بتفهمها في الدنيا، وحاجات بتدور على منطقها بتاخد منك مجهود. يعني انا وابويا ما كناش اون جود تيرمز خالص مع بعض، علاقتنا ما كانتش لطيفه ابدا. انا ابويا وامي اتطلقوا وانا عندي 10 سنين، وقبل ال 10 سنين هو كان بيشتغل بره مصر، فبرضه كان ايه فادر فيجر كده، ايه خفيف يجي في الاجازه كده لطيف ظريف، ما فيش حاجه خالص. وابويا كان راجل عصامي بنى نفسه بنفسه، وابويا كان راجل شديد الوسامه خلاص، وكان وقتها قعدت سنين كتير قوي حاسس ان الراجل ده ما بيحبنيش، لان هو كان طول الوقت بقى مثلا فكره تخني دي كانت مستفزه جدا جدا، ان انا ليه ابقى تخين وليه ما اعرفش ايه وايه، وما بيبينش انه خوفا عليك، هو تريقه. ابويا كان ساركستي، انا حتى وارث منه الحاجات دي سبحان الله، كل الحاجات اللي كنت بتضايق فيها من ابويا بقت موجوده عندي. فقعدت فتره طويله طويله عندي احساس يعني ده مش 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 علاقه ابن بابوه، هو الراجل بقابله يوم الجمعه كل اسبوع ياخدني نروح سينما، فبالتالي بنقعد 3 ساعات في مكان ما بنكلمش بعض، نتغدى غدوه ويروح. هي دي العلاقه لغايه سنين كتيره في حياتي يعني. الى ان حصل موضوع بقى معهد السينما وبتاع، وكان رافض تماما، وفضل سنه مقاطعني ان انا بعمل ده غصب عن رقبته، وهو مش هيصرف عليا مش هيديني وانا مليه خلاص. والحقيقه ان كان بيديني مصروف وقتها الله يرحمه برضه جوز امي، ده كان حبيبي وصاحبي جدا يعني. وطول الوقت عندي اعتقاد ان الراجل ده هو ليه يعني ليه كل حاجه عنده لا، وكان كلامه تقيل يا حبيبي، كان كلامه يوجع يعني. وبعدين اتصالحنا يعني، اتصالحنا ايه بعد سنه كده الدنيا ايه هديت واتصالحنا. بعد ما شجعت طريقك ولا جبت؟ وانا في معهد السينما، وانا في سنه اولى في معهد السينما فضلنا متقاطعين، وانا في سنه ثانيه بعد اجازه اولى كده لما طلعت الاول على الدفعه، انا فاكر حتى لما طلعت الاول على دفعتي كلمته الساعه 10 بالليل، قلت له انا نجحت وبتاع ما اعرفش ايه، قال انت شايف ان ده خبر يستدعي ان تصحيني من النوم؟ صحيت من النوم الساعه 10 بالليل، وانا عارف ان ابويا بيصحى، بس هو اي سم بدل وخلاص. فالمهم ايه، المهم ايه يعني بقى عمي يتدخل مش عارف، امي وابويا بعد الطلاق بقوا اصحاب جدا جدا، فدخلوا اتصالحنا والدنيا بقت لطيفه وبتاع وما اعرفش ايه. تاني سنه وانا في سنه ثانيه في معهد السينما صالحوا بس ما رجعوا، لا بقوا اصدقاء يعني بيسفل ريليشن بيسفل جدا جدا. وانا في سنه ثانيه في معهد السينما ابويا كان رايح يحج اصلا، ف كان شم النسيم قبل الحج بيوم، وكان عمي عامل حفله كبيره قوي يعني، عامل غدا العيله كلها كده عنده يوم شم النسيم وبتاع، وابويا قاعد وانا هروح ابات مع ابويا
واخده الصبح اوصله المطار. فدخلنا ننام فقال لي تامر بقول لك ايه، راح فاتح الدولاب وكده وطلع شنطه سامسونج، قال لي اللي فتحها قال لي الشنطه دي ارقامها كذا كذا، اكتب الارقام عندك ماشي، فيها ظرف كده اصفر كبير مكتوب فيه ايه، لا يفتح الا في حاله وفاتي بواسطه ابني تامر حبيب مش عارف ايه. قلت ايه جو رافت الهجان. فقلت له قال لي لو لا قدر الله ما رجعتش تفتح الظرف ده قبل اي حاجه. قلت له هترجع ان شاء الله وزي الفل، مفيش حاجه الراجل زي الفل. ابويا قبلها عمل اتنين قلب مفتوح في انجلترا ما عملش كده، عمره ما عمل اللي هو بيعمله ده. خلاص سبحان الله حاسس. كان وسط القلب وقت اللي هو الباي باس ده عمليه كبيره كانت يعني. فالمهم نيجي لسه هنام، يقول لي قبل اي اعلانات في جرايد قبل اي حاجه الظرف ده يتفتح. يا سيدي بس انت اللي هتفتح الظرف مش حاجه. نمنا صحينا كان بوصله الساعه مثلا 5 6 الصبح، النهار يا دوبك بيشقش. وفي المطار هم عاملين سرادق مخصوص للحجاج كده اللي هو كله ملون كده ولمبات بيضه، وابويا بقى كان لابس بقى ايه ابيض في ابيض كده. فايه انا واقف ببص عليه انا بحس انه بيتلاشى مش بيبعد يعني، هيفانشز بيتلاشى في النور عارف، بيدوب كده. ده بجد اخر لقطه شفتها للراجل ده في مذاكرتي في مخيلتي لغايه دلوقتي. رحت قايل لنفسي هو الراجل ده مش راجع ولا ايه؟ وبعدين قلت ايه ده تاثير الليله بتاعت امبارح اللي قعدت طول الليل قبل ما يقولي. وروحت المعهد وحكيت لاصحابي، كنت انا في معهد رحت على المعهد قلت لهم ابويا انا برافت لجان وكاتب ظرف لا يفتح الا بعد وفاتي وهموت وافتح الظرف وبتاع ما اعرفش ايه. اربع خمس ايام كده جاء تليفون بقى من السعوديه للبيت لامي، ما كنتش انا في البيت برده كان لسه ما فيش موبايلات، وقالوا لها ان ابويا توفى. عندي واحد صاحبي قال لي كنت هتموت وتفتح الظرف يا اخويا، روح افتح الظرف. ما فيش اب بيحب ابنه قد ابويا سبحان الله. من ورقه من الجواب عندك هو لسه؟ اه طبعا طبعا يعني مرتب كل سحب كل حساباته في البنوك وكاتب بيهم، عشان كده قال لي قبل اي اعلانات جرايد كاتب بيهم شيك واحد باسمي سهل لي كل حاجه، الفلوس اللي ليه عند مين عامله ازاي، اللي مش عارف ايه، اللي عايز يهادي حد بهديه معينه في نيته الهديه ايه واجيبها منين. ده جواب لازم يقعد واحد يقعد يفكر فيه ثلاث اشهر، ده كاتبه ليله قبل السفر. تقعد تفكر ما هو مش المفروض ان ده اب شرير؟ المفروض ان ده، لان انا حتى وقتها كنت حاسس طب انا احضن ورقه يعني انا اعمل ايه؟ ما انا كنت عايز ده يعني، كنت عايز احس بكل اللي في الورقه دي. بس بتكتشف ان في ناس طبيعتها ما بتعرفش تبين مشاعر يعني، ده مش معناه انه وحش ومش معناه انه ما اعرفش ايه. واعرف بقى من الناس بعد كده انه كان اسعد واحد في الدنيا بقرار ان انا ادرس سينما واشفت كارير واعمل حاجه اللي انا عايز اعملها، بس هو خايف لاكون مش قد القرار ده. الله طب يا عم ما يمكن الدنيا حلوه يعني. فبس ولغايه النهارده اي اكتر حاله نجاح او اكتر أو كل ما يحصل حاجه حلوه انوره الفاتحه وافتكره وبنفس المنطق يعني. بس الحقيقه ما كنتش في خيال فكره انه معايا في كل حته، لا ده جه مع ماما يعني. بس فكره انه لو روحك طيب شفت انا صح اهو. حلو يعني شيء واحد كده لما نقول اتعلمته منه او فادك فيه اليوم، انه لما يبقى عندك مشاعر ادلقها على اللي قدامك، اوعى في ما تكونش بخيل ما تكونش بخيل مشاعرك. يا سلام اوعى، حكمه حلوه والله. طبعا حلو، حب بزياده يعني، حب بزياده مو بافراط بالظبط. وازعل، حاول تقلل الزعل على قد ما تقدر. او ازعل يعني ازعل بس اخلص منه حلو يعني، بلاش نكد بس كده. طيب عاوزين طبقه من طبقات تامر ما حد يعرفها من الناس. هو المشكله الناس عارفه كل حاجه. ده كده يعني ايه؟ طيب ممكن تكون شيء بسيط، شيء اي حاجه تحسها. السؤال ما هو متوجه لاي شيء معين يعني. هقول لك، هو انا بحب اطبخ جدا، بعيد بحب اطبخ جدا. أوكي. يعني بقيت موضوع الطبخ ده بالنسبه لي وممكن يخليني يخرجني من اكتئاب، او لو انا متوتر مستني حاجه اقوم اعمل اي حاجه اطبخها ومش شرط اكلها. اوكي بس يعني تعمل البروسس. بس فكره ان انا اعمل البروسس توقف تفكر متعتها كده تقعد تفتكس تخترع يعني. حلو. طيب اذا سؤال الحلقه، اذا نبغى نعطي للجيل القادم او الكتاب او الجيل الصاعد لمبه كذا فيها نور تسهل فيها طريقهم، ايش ممكن تكون؟
ارمي الـ 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 يعني ايه ارمي موبايلك او اللابتوب بتاعك او الـ او الـ التابلت بتاعك اكتر وقت ممكن وتواصل مع ناس، لان ده يخوف، اللي بيحصل يخوف. يعني ده انا بقوله للكبار والصغير واللي ليه نفسي انا، انت العادي بقى هنقعد على ترابيزه احنا سته كل واحد ماسك تليفون، ففكره التواصل اتلغت بجد. التواصل البشري الحقيقي، التواصل البشري الحقيقي. احنا بقينا احنا وصلنا لمرحله ان انا لو عايز اقول لك حاجه بقولها لك فويس نوت وانت بترد عليا فويس نوت، حتى ما بنتكلمش بعض في التليفون يعني حتى ده. ففكره افتكر انك بني ادم، وبني ادم يعني يتواصل مع بني ادم، الونس تاني يعني، ما يعني فيش في الدنيا اهم من الونس. ويا رب يا رب ينعم على كل الناس بالرضا، لان بجد اللي مش راضي ده مسكين. قصدك المقارنه اللي مش عاجبه اللي هو فيه عموما، يبغى اللي حوالين ومش عارف، وممكن على فكره يبقى في اعلى حته في الدنيا بس هو السين مش راضي. يعني فالرضا ده كنز، نعمه رهيبه، وربنا خلقنا كل واحد فيه جوته شيء مميز سبحان الله. بالظبط طبعا، فشوف ايش جوتك لا تشوف ايش فيه برا. بالظبط، وهذا اللي يميزك بينك اي بينك انت واي كاتب ثاني، انك الكنز بتاعك انت دخلت جوه تكتب منه. عايز اقول لك ان القعده مريحه جدا يا ابن اللذينه، يعني يعني انت حاسس انه الله، يعني اللي هو ايه احنا في بدايه اليوم، احنا يعني بالنسبه لنا ده اول حاجه في اليوم، فاللي هو يلا يبقى اليوم حجه حبيبي يا ربنا بجد. والله ابغى اشكرك من القلب، والله ده انا اللي ابغى اشكرك من القلب جد. على انفتاحك وعلى جمالك في شغلك وكانسان قبل ما تكون فنان يا حبيبي، والله العظيم ده انت اللي الف شكر يا محمد بجد. شكرا بجد، شكرا شكرا ليك حبيبي.